جهود حثيثة تقوم بها السلطات المحلية في محافظة تعز لإعادة تطبيع الحياة في إطار إعادة هيبة الدولة من خلال تفعيل أجهزتها المختلفة. مؤخرا عاودت المؤسسة القضائية كسلطة رئيسية استئناف أعمالها في النيابات الابتدائية والاستئنافية بعد توقف دام لأكثر من 3 أعوام بسبب الحرب. ما قامت به السلطة المحلية والسلطة القضائية في محافظة تعز من خطوات تعتبر خطوات جبارة ينتظرها المواطن بفارغ الصبر خلال فترة الحرب التي لم تفصل أي قضية برغم وجود جهات كانت لكنها غير متخصصة في نظر قضايا المواطنين خاصة القضايا الجنائية. يأتي استئناف أعمال النيابات في عدد من المديريات في ريف المحافظة منها المسراخ وجبل حبشي وصبر الموادم والشمايتين ومديريات المدينة 3 بالإضافة إلى نيابة الأموال العامة كخطوة لتعزيز دور القضاء في حل القضايا والبت في أحكامها خصوصا بعد أن تراكمت بسبب التوقف الطويل للنيابات. أنها مستمرين في العمل مهما كان المعوقات ونسهل عملية التقاضي للمواطنين داخل النيابة لحال قضاياهم إلى المحاكم مأموري الضبط القضايا يقوموا بمساعدتنا وإحضار المتهمين إلى النيابة والمشبكة ما بين الأمن والنيابة والقضاء أحلنا قضايا كثيرة ما يقارب من 131 قضية قتل أمام المحاكم. رسائل عديدة وجهها رئيس نيابة تعز للسلطة المحلية والجهات الأمنية دعاهم فيها إلى التعاون مع الجهات القضائية المعنية لتسهيل أداء مهامها مناشدا الحكومة بدعم الجهاز القضائي وتوفير احتياجاته حتى تتحقق العدالة بين المواطنين. عودة عمل النيابات الابتدائية والاستئنافية إضافة أخرى تحسب للدولة في مهمة استعادة هيبتها الغائبة خصوصا في السلطة القضائية، لكن ما ينتظر من الحكومة الشرعية هو دعم هذه المؤسسة الهامة بتفعيل أجهزتها. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.